تحية لكم. التظاهرات تتواصل عربيا وإسلاميا ودوليا تأييدا لكسر الحصار على غزة، وأسطول الحرية يفضح حقيقة الكيان الإسرائيلي الإجرامية. إدانات واسعة للاعتداء الإسرائيلي ودعوات لمعاقبة الكيان على جرائمه. منظمة المؤتمر الإسلامي تتعهد مساندة تركيا وتدعو إلى الاعتذار الرسمي منها. إدانة للمواقف الدولية الممالئة للكيان وترحيب بفتح معبر رفح، ودعوات لتوجيه حملات إنسانية إلى القطاع. عرب الاعتدال يتجادلون، والأتراك شيعوا شهداءهم، والغرب يتحايل على التحقيق وحصار غزة. أما واشنطن فتبحث عن مخارج للكيان من عواصف جريمة بحر غزة. تعهدت منظمة المؤتمر الإسلامي دعم المطالب التركية المحقة أمام المنظمات الدولية ومجلس الأمن في إدانة الاعتداء الإسرائيلي ومعاقبة الكيان الصهيوني على جريمته في اقتحام أسطول الحرية. التعهد صدر في مؤتمر عقده مندوبو المنظمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بناء على دعوة مندوب إيران الدائم لدى المنظمة. وأعلن أن لجنة خاصة ستكون إلى جانب المجموعة العربية وكتلة عدم الانحياز من أجل تحميل المعتدي نتائج عدوانه الإرهابي والقرصنة في المياه الدولية. واعتبرت المنظمة نفسها في حال انعقاد دائم حتى تطبيق كامل بنود بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، وطلبت بالإفراج الفوري عن السفن وبقية الموقوفين الفلسطينيين والسماح بإيصال مواد الإغاثة إلى غزة من دون تمييز بين مواد وأخرى. وأيدت موقف حكومة تركيا وشعبها الداعي إلى تقديم اعتذار إسرائيلي رسمي على الجريمة بحق تركيا على العمل الإرهابي الإجرامي غير المسؤول ضد هدف سلمي مدني. المندوب الإيراني محمد الخزاعي استنكر المواقف الدولية الممالئة للكيان الإسرائيلي ورحب بفتح السلطات المصرية معبر رفح، وطلب ببقاء كل المعابر مفتوحة، ودعا إلى توجيه حملات إنسانية مكثفة إلى قطاع غزة ترفع أعلاما دولية مختلفة. أما المندوب التركي فرفض تمييع موضوع التحقيق في مسألة الاعتداء على قافلة الحرية، ورأى في قرار مجلس حقوق الإنسان منطلقا صحيحا لتحقيق دولي نزيه يتم تحت إشراف الأمم المتحدة وليس على يد مرتكبي القرصنة البحرية أنفسهم. يذكر أن أعضاء المنظمة سيعقدون اجتماعا طارئا مفتوحا على مستوى وزراء الخارجية في مقر المنظمة الرئيس في 6 حزيران يونيو الجاري. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوف هذه الحلقة معنا من بيروت مدير المؤتمر القومي الإسلامي الدكتور أسامة محيو، من أنقرة عضو مبادرة مؤتمر الشرق الدكتور محمد خيري أوغلو، عبر الهاتف من نيويورك مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور. مع الترحيب بكم جميعا. البداية من نيويورك معك سعادة السفير، يعني كيف تبدو الأجواء لديكم داخل الاجتماع؟ هل رشح شيء محدد؟ نعم، الاجتماع الذي عقد البارحة وكنا نحن من أوائل المتكلمين في تقديم إحاطة شاملة عن ليس فقط عن تفاصيل ما وقع وإنما عن المهمات المطلوبة أمامنا. طبعا أول مهمة كانت هي إطلاق سراح كافة المحتجزين، وهذا تم ولم يتم بمنة إسرائيلية وإنما بضغط دولي مكثف وطبعا شعبي وجماهيري في كافة أنحاء الكرة الأرضية. والمسألة الثانية هي كانت الإدانة التي وقعت بطبيعة الحال. والمسألتين الأخرتين اللي جهودنا مكثفة بشأنها، المسألة الأولى أن يتم تحقيقا دوليا محايدا وشفافا بهدف ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة في عرض البحار ووصولهم أمام العدالة. ونحن نرى كما تم اعتماده في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي البارحة أن يقوم بذلك الأمين العام للأمم المتحدة. إذن يعني عدة توصيات صدرت أمس في هذا الاجتماع كما وصفت لنا أجواءه، ماذا عن الإعلان عن إنشاء لجنة متابعة خاصة إلى جانب المجموعة العربية وكتلة عدم الانحياز لتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية جرائمه العنصرية؟ أنا أردت أن أقول على أن القضية الرئيسية
التي هي أمامنا لا تزال، وهي كسر الحصار عن قطاع غزة. كل هذه القضايا وقضايا أخرى طرحناها في بيان قدمنا للاجتماع، اعتمد وصدر عن هذا الاجتماع كبيان من مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعنا البارحة. نعم، ولكن طبعا هناك السفير السؤال المطروح، هل طرح مشروع كسر الحصار المفروض على غزة؟ هذا هي المسألة الرئيسية التي تم مناقشتها، وصدر هذا الموضوع بشكل واضح في البيان الذي اعتمدته المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة البارحة، وهذا الذي نعمل فيه في كافة أروقة الأمم المتحدة ومع كافة الأطراف المعنية وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة. نعم، يعني سعادة السفير، هل من إجراءات عملانية ستقوم بها دول المؤتمر لتفعيل هذا الموضوع على الأرض؟ هناك يعني جانب آخر لهذه المسألة من خلال اجتماع اللجنة الوزارية لما يسمى باللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي سيعقد خلال يومين في جدة، وهذا الاجتماع سيتعاطى مع مسائل أخرى من ضمن هذه المسألة التي تشير إليها. نعم، سعادة السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة حدثنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. أنتقل إلى بيروت معك سيد أسامة محيو، يعني كمدير المؤتمر القومي العربي الإسلامي بالتأكيد أصدرتم بيان حول هذه الجريمة الصهيونية. بداية أريد منك تعليق على كلام سعادة السفير والبيان الذي تم أصدره بالنسبة لاجتماع الأمس. طبعا المؤتمر القومي الإسلامي بالإضافة إلى المؤتمر القومي العربي والمؤتمر العام للأحزاب العربية والهيئة الشعبية العربية أيضا أصدرت بيان مشترك أدانت فيه هذه القرصنة الصهيونية وحملت مسؤولية ما يجري للولايات المتحدة الأمريكية التي دأبت على مساندة هذا الكيان في كل أخطائه وفي كل جرائمه. نعم. كما وجهت رسالة إلى أمين عام جامعة الدول العربية طالبت بعدة أمور، ومنها أول شيء كسر الحصار عن قطاع غزة بشكل نهائي وكامل. يعني سعادة السفير من نيويورك أشار إلى أنه يتم تدارس هذا الموضوع. لكن أعتقد أن النقطة الزاوية الآن هي ما يلي. طبعا نرحب جدا بفتح معبر رفح أمام المساعدات وأمام حركة الانتقال باتجاه غزة، ولكن فتح معبر رفح يجب أن لا يلهينا عن كسر الحصار. صحيح. ما يجري الآن هو محاولة من قبل الكيان الصهيوني الإسرائيلي وأعوانه مثل يعني الذين يدعمونه مثل الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة إنتاج حصار وإن كان بشكل آخر. إذن الأولوية سيد